أمريكا محتلة وستصبح دولة حرة. ترامب يشعل الانتخابات الأمريكية ويهاجم هاريس. أهلا بكم مشاهدي الوطن لايف في كل مكان، بث مباشر جديد ومتابعة إخبارية خاصة جدا للانتخابات الأمريكية. العالم كله منتظر مين هيكون رئيس أمريكا الجديد، خاصة أن الرئيس الحالي هو جو بايدن مش مرشح في الانتخابات، والمنافسة بين كاميلا هاريس والمرشح من المرشحة من حزب الديمقراطي أيضا، ودونالد ترامب المرشح من الحزب الجمهوري. طبعا ترامب هو الرئيس السابق لأمريكا وخسر الانتخابات اللي فاتت قدام بايدن، وأطلق ترامب تصريحات نارية وقال المرشح الجمهوري خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا إن أمريكا دولة محتلة وقريبا هتكون دولة حرة، وهو طبعا يقصد إن ده هيحصل لما هو يفوز في الانتخابات. ترامب وعد كمان إن هو هيعمل على نشر السلام في العالم وهيقدر إنه يقضي على التضخم. ووعد ترامب الشعب الأمريكي بزيادة الرواتب علشان المجتمع الأمريكي يصبح أكثر ثراء وفقا لتصريحاته اللي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية. ترامب وجه انتقادات قوية جدا للمرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس، وقال إن التصويت لهاريس معناه إنها تحصل كارثة للولايات المتحدة الأمريكية. واستمر هجوم ترامب على كاميلا ووصفها بأنها أسوأ نائبة رئيس في التاريخ، وإن بايدن هو أسوأ رئيس داخل البيت الأبيض. ترامب واثق من نفسه جدا جدا، وقال خلال الاجتماع الانتخابي ان الفوز في بنسلفانيا من الفوز في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الامريكية، وصرح المرشح الجمهوري بانه حملته الانتخابية بتحرز تقدم واضح جدا وده الكل شايفه، وقدم تعهد قدام العالم كله انه هيقود الولايات المتحدة الامريكية والعالم كله نحو افاق جديدة من المجد، واضاف كمان انه بيسعى لتحقيق حلم الفوز بمقعد الرئاسة من جديد، مؤكدا أن كل صوت يؤكد له حسم طلب من الشعب الأمريكي أنه يدعمه في الانتخابات دي. ترامب أشار كمان أن اهتمامه بملف الهجرة وأكد على ضرورة منع دخول المهاجرين والإرهابيين الولايات المتحدة الأمريكية حسب تعبيره. طبعا البعض مش عارف نظام الانتخابات الأمريكية، وهو غريب شوية لدرجة أن في ناس في الشعب الأمريكي نفسه مش فاهمين النظام ده. تعالوا نشرح لحضراتكم بشكل بسيط ايه هو. اولا لازم نعرف ان الانتخابات الامريكيه العامه هتكون 5 نوفمبر، ويتوجه الناخبين الامريكيين عشان يختاروا ممثلينهم في المجمع الانتخابي، وكل ممثل من دول هيتعهد بانتخاب رئيس من الاثنين المرشحين. وبعد كده يوم 17 ديسمبر هيبدا التصويت الفعلي على مين هيكون رئيس امريكا، وده اليوم اللي هينتخب امريكا الرئيس الجديد بتاعها. وبعد كده 20 يناير بيتم تنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي. طيب إزاي بيتم تصويت رئيس أمريكا؟ قبل 4 سنين في أول يوم 3 شهر نوفمبر بيبدأ الشعب الأمريكي بالتصويت، لكن هل يصوتون الرئيس سواء كاميلا هاريس أو ترامب؟ بيتم تجميع أصواتهم مباشرة لحسم الفرز. الإجابة لا، كل من له الحق الانتخابي بنروح يختار ممثليه له من المجمع الانتخابي، والممثلين دول هم اللي بيختاروا رئيس أمريكا جديد. عندنا 50 ولاية أمريكية، وكل ولاية بيكون ليها عدد ممثلين معين في المجمع الانتخابي، وبيختلف العدد من ولاية لأخرى، وده حسب عدد السكان الخاص بيهم. مثلا ولاية كاليفورنيا عدد ممثليها في المجمع الانتخابي 55، لأن عدد سكانهم ده بيبقى كبير جدا غير المعتاد. غير كده كمان عدد سكانهم 33 مليون شخص، لكن ولاية ألاسكا ليها 3 ممثلين فقط في المجمع الانتخابي لأن عدد سكانها 700 ألف. يبقى الناخب الأمريكي بيروح يصوت ويختار ممثليه في الولاية التابعة ليه، وبعدها بينتهي التصويت وبيفرز واحد من المرشحين في ولاية معينة فبيكسب عدد أصوات في المجمع الانتخابي. طيب مين هم ممثلي المجمع الانتخابي؟ دول باختصار عبارة عن مندوبين أو ممثلين بيتم اختبارهم أو اختيارهم من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. كل حزب بيختار ممثليه بكل ولاية، وبكده بيختار الناخب الأمريكي ممثلي الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري أثناء الانتخابات العامة اللي بتقام يوم 5 نوفمبر. تابعوا معانا كل أخبار الانتخابات الأمريكية وقولوا لنا تتوقعوا مين هيكون رئيس أمريكا القادم، ترامب ولا هاريس. وبكده وصلنا معاكم نهاية البث، مشكوا بث آخر على خير، كنت معكم عنو دارس.